حقق عضو فريق الغوص الكويتي فيصل الموسوي إنجازا جديدا يضاف إلى الكويت وإلى سجل إنجازاته المشرف خلال رحلة التحدي الرابعة. رحلتنا كانت لمصر الغرداء أو شرم الشيخ لتحقيق إنجازين دوليين على مستوى العالم، وحصلنا فيهم شهادة إنجاز ولله الحمد. الإنجاز الأول، أول غواص من ذوي الإعاقة الحركية بارابليجيا يغوص على ثاني أفضل حطام سفن في العالم، سفينة ديسلغوم البريطانية غرقانة سنة 41. الإنجاز الثاني، أول غواص من ذوي الإعاقة في العالم يغوص على خامس أفضل مغاص في العالم اللي هو فراس محمد يولندا ريف. ولله الحمد نزلنا علم الكويت هناك، نزلنا صور الأمير واحتفلنا بهالإنجاز. نلتقي بطلنا العالمي اللي هو فيصل الموسوي، طبعا هو راح يمثل دولة الكويت في مقاصات شرم الشيخ، ومثل ما نعرف مقاصات شرم الشيخ كثير ناس عالميين غواصين يروحون يقوصون في هذه الأعماق، وهي مي سهلة، وهو ضرب الرقم القياسي أو كسر الرقم القياسي في هذا المقاصد. النادي العلمي الكويتي رافق الموسوي في رحلته الأخيرة إلى شرم الشيخ المصرية وقدم الدعم الكبير له لتحقيق الإنجاز. غواص متمكن، يعني غاصة من الغاصات اللي غصناها في البحر الأحمر على ركب من الركات الغواصين العاديين، لما ينزلون تحت تلقاهم يتمسكون بالرك عشان يطوفون، وهو ما شاء الله تبارك الرحمن قدامي قاعد أشوفه البوينسي عنده جدا قوي. الموسوي حاصل على 8 رخص دولية كغواص محترف من المنظمة الدولية للغوص، كما أنه الأول من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الكويت والخليج والشرق الأوسط وآسيا. بالبداية احنا واجهتنا صعوبات جدا جدا قوية من ناحية التيارات المائية، من ناحية الأجواء هناك كانت صعبة بالنسبة حق أستاذ فيصل، بس بالنهاية اكتشفنا أن فيصل وعانا واحد، ما كان في اختلاف بيناتنا كأهو من ذوي إعاقة أو إحنا من أصحاء، ما كان في أي فرق بيناتنا ولله الحمد. رحلات الغوص التي يقوم بها الموسوي غالبا ما تحفها المخاطر والصعوبات كالعمق وتقلب الأجواء، لكنه دائما ما يواجه هذه الصعوبات بالتحدي والإصرار. لتلفزيون المجلس أحمد الشمري.